أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لئلا
ألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تقل بهذا البلد وعالد وولد لقد خلقنا الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد ويحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا نصر الله والفتح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة إلى روح سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام.
وإلى روح راحلتنا الكريمة وإلى روح جميع موتى المسلمين. هكذا إخوة الإيمان ختمت على خير ليلتنا القرآنية التي قمناها تكريما للأم الراحلة الكريمة. نعم الزوج الودود الولود لزيجها البار الحاج جمال أبو جريش، ونعم الأم المربية لفضيلة القارئ الشيخ محمود جمال أبو جريشة. هنا من قرية المجفف مركز ديارد نجم محافظة الشرقية، وختمت ليلتنا هذه بتلاوة فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور، عالم التلاوة لمصر والعالم الإسلامي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق. شكرا لفضيلة القارئ الشيخ عدنان أبو العلا، وشكرا لفضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي قارئ الإذاعة والتلفزيون، وشكرا لصاحب الهندسة الإذاعية الحاج علي محمد حفني المقيم بالإبراهيمية، وشكرا لأصحاب الفراشة أولاد أبو خريبة، وشكرا لمصور الليلة لنراها كل يوم وليلة الأستاذ ناصر صلاح، وشكرا لمقدم واجب الضيافة الفندقية الأستاذ سعيد المقيم هنا بهذا البلد الطيب أهله. شكر الله لكم جميعا، وشكرا أيها السادة للوالد الكريم الحاج موسى المسلمي عضو نقابة السادة الأشراف وخليفة السادة المسلمية وندلو الشيخ محمد المسلمي. شكر الله لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.